دايما الاشغال اليدويه المصريه بيكون ليها رونق مختلف، بالذات لو كان اللي منفذها ولادنا من ذوي الهمم، وده اللي هنشوفه النهارده في معرض مصري وبس الموجود داخل المركز الثقافي الفرنسي باسكندريه. خلونا نتابع مع بعض. قبل كل شيء خليني نقول أنا سعيد يعني بوجودي هنا مع المختلف الناس اللي جاوا اليوم يعني من أجل عرض الأشياء، وهذا كان شيء يعني ممتاز. والمعهد الثقافي الفرنسي هو أكيد له دعم يعني لهذه المبادرات. هذه المبادرة خليني نقول مبادرة اجتماعية لمساعدة هذه الفئات يعني المستضعفة مثل ذوي الاحتياجات أو كذا يعني البنات. أو فاحنا سعداء كثير يعني يعني استقبال هذا المعرض هنا، وكمان من خلال جولتي انا انبهرت من جمال الاشياء والصنع اللي شفتها اليوم، اشياء جميله جدا في مهارات، في كذلك يعني تجربه كبيره يعني من خلال ما شاهدت، وكذلك شفت الناس يعني عندهم ايمان بالشغل ده. فأنا سعيد كثير يعني باللي شفته اليوم يعني في المعهد الفرنسي. اهتمام الدول الفترة الأخيرة يا فندم بإعادة التدوير، وبعض الأماكن الموجودة هنا بدأوا يعملوا شكل إعادة التدوير عن طريق الملابس وعن طريق الإكسسوارات، برضو المشهد ده حضرتك شايفه ازاي؟ احنا هنا سعداء كثير لأنه تعرف خاصة في ظل يعني استقبال مصر لقمة المناخ 27، فهذا يدخل يعني في السياق ده. وشفت في الإسكندرية الكثير من المبادرات يعني كإعادة التدوير، وإحنا مثلا شغالين كفرنسا والجامعات الفرنسية مع محافظة الإسكندرية من أجل تدوير البلاستيك وجمعيات أخرى مثل بنلاستيكا أخرى، فنشوف الجمعيات هذه داخلة في السياق هذا وإحنا بنشجع ذلك. أنا رحاب منصور، مصممة ديكور وبشتغل في تنمية الشغل الهاند ميد المصري في محافظات مصر عموماً. احنا هنا منظمين معرض مصري وبس الدورة السابعة في المركز الثقافي الفرنسي او في المعهد الثقافي الفرنسي بالاسكندرية. المعرض هدفه الاساسي انه عرض شغل الهاند ميد المصري من يعني من فئات مختلفة، من محافظات مختلفة، من أنواع حرف مختلفة. عندنا أنواع مثلا الحرف الموجودة، عندنا الكروشيه، عندنا أشغال خشبية، عندنا في شغل طباعة، عندنا شغل ريسايكلينج بيعتمد على إعادة تدوير للقصائص القماش، وده طبعا اتجاه دلوقتي موجود في العالم كله. فده في جانب ابداعي كبير وجانب محافظه على البيئه برضو كبير. عندنا برضو من ضمن المشاريع المشاركه مشاريع بتعمل اعاده تاهيل نفسي للفئات المهمشه او للناس اللي عندها بعض المشاكل النفسيه. وعندنا دعم برضو في مشاريع تانية بتدعم ذوي الاحتياجات الخاصه، وده من اتجاهات الدوله برضو دلوقتي. فبيعلموهم حرف، بيعلموهم مثلا مشغولات خشبيه، بيعلموهم ازاي يعملوا طباعه، ازاي يعملوا خزف، ازاي يعملوا موزاييك، ازاي يعملوا ديكوباج. فكل الحاجات دي بتساهم في العلاج للناس اللي عندها اي مشاكل نفسيه. وفي نفس الوقت عندنا برضو مشروع تاني بيساعد مشاريع كتير بتساعد السيدات. في عندنا مشروع في منشية ناصر بيساعد برضو السيدات، مشترك معانا بشغل جميل جدا.
باستخدام برضو الأقمشة، وبيعملوا منه منتجات أزياء كتير. وبرضو في نفس المشروع بيساعد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الصعيد. أنا داليا رفعت، مساعد مدير مشروع هارموني أو التعافي الفني الصحي للمرضى النفسيين والأعاقات الأخرى المقصود بها الصم والبكم وضعف السمع. المشروع بيشتغل بقاله تقريبا من مارس 2018. بنشتغل في تأهيل ودمج النوعي الإعاقة اللي أنا قلتهم في المجتمع، يعني وعن طريق إعدادهم وتدريبهم لممارسة 4 تخصصات فنية حرفية موجودة دلوقتي في السوق يعني بشكل واضح جدا. اشتغلوا في الخزف والبورسلين وفي طباعة الباتيك والمنسوجات بالباتيك والصبغة والبلوك برينت والسلك سكرين، وبنشتغل في الهاند كرافت المخصوص للباتش ورك والتجليد وشغل العرايس والقماش وحاجات صغيرة. والتخصص الأخير هو النجارة وكمان الإزاز المعشق والمصهور. أنا أماني الزواوي من بلطيم البرولوس، عايشة في واحة سيوة. خلال عشتي هناك في سيوة لقيت أنه هم بيعملوا مشغولات يدوية جميلة جداً وملهمة جداً في نفس الوقت، فمن خلال الحاجات دي عملت البراند بتاعتي، بعمل ملابس عصرية تناسب إحنا حياتنا اليومية، فساتين وبلوزات. في نفس الوقت بحاول أحافظ على التراث السيوي إذا كان حلي أو التطريز بتاعهم. هم الحاجات بتاعتهم مستوحاة من الطبيعة، إذا كان الألوان المستخدمة في التطريز وكذلك الرموز اللي بيستخدموها بتبقى برضو مستوحاة من البيئة المحاوطة بيهم. برضو مهتمة بأن أنا أحافظ على الحاجات دي كنوع من أنواع الناس تبقى عارفة القيمة التراثية الخاصة بواحد سيوة، وبرضو كنوع من أنواع الترويج للسياحة في الواحة. أنا أمل شبيب، مصممة أزياء بس مستدامة، يعني مستدامة يعني بعيد تدوير الحاجات وبعمل حاجات منها جديدة. الحاجات القديمة بقى اللي عندنا اللي بتترمي كلها، القصاقيص، بواقي الأقمشة، الملابس حتى القديمة باخدها، باخد منها الحاجات اللي تصلح وبدخلها في حاجات، بعمل بقى لبس وبعمل شنط وبعمل كل حاجة ممكن تتخيلها ببواقي الأقمشة، منها إعادة تدوير ومنها محافظة على البيئة ومنها بيطلع شغل مميز محدش بيلبسه غير هي قطعة مثلا مش متكررة، يعني زي ما حضرتك شايف كده الفساتين، شنط، لبس، كل حاجة بتتعمل من الحاجات اللي بتترمي وملهاش قيمة بقى ليها قيمة وبتجيب فلوس وبتشغل ناس. وأنا حاسة يعني إن هو ده مشروع جميل جدا بالنسبة لي ومبسوطة بيه جدا.